السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول حكم بناء المرحاض في اتجاه القبلة، المرحاض أو الدبليو سي أو الحمام أو التواليت أعزكم الله، تمام؟ طيب السؤال ده هندسي ولا مش هندسي؟ أه هندسي. لما أنا بكون بصمم في أي مكان لازم أكون عارف معلومات عنه، تمام؟ يعني دمت بصمم في بلاد إسلامية فببدأ أشوف الشرع الإسلامي بيقول إيه. لو أنا بصمم محكمة ببدأ أشوف نوع المحكمة دي بتبقى عاملة إزاي، لأن في أنواع مثلا زي مصر في 3 أضلاع بيحكموا، فدول بيبقى لهم مسار مختلف عن المسار بتاع المتهمين، مختلف عن مسار الناس. في امريكا وبعض الدول بيبقى نظام محلفين، فنظام مختلف، فالتصميم نفسه بيختلف. فلما ببقى فاهم الفكره ببدا اصمم صح. فانا بدون بصمم في بلاد فيها مسلمين ببدا اصمم حاجات ما تتعارضش مع دينهم. لو اغلبيه مسيحيين ببدا اشوف هل في حاجه تتعارض مع دينهم ولا لا. لو الاغلبيه اي حاجه ببدا اشوفها بحيث ان انا اصمم حاجه الناس تبقى مستمتعة فيه. أنا بنحاول نخلي الناس مرتاحة قدر الإمكان وما تحصلش مشاكل. طيب هل في نهي عن استقبال أو استدبار القبلة وأنت بتقدر حاجة؟ أه في عندنا حديثين مشهورين في رواه أحمد ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي حديث في البخاري ومسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا، يعني خد لك زاوية. طيب أقوال العلماء بيقولوا إيه؟ الإمام مالك والشافعية وأحمد بيقولوا ده لو أنت في الصحراء، تمام، فمش حرام. لو أنت في قلب بيت، تمام، لو في قلب مباني عادي أجاز استقبالها. ما دمت رحت لقيت التصميم كده خلاص مفيش مشكلة. طيب إنما الإمام أبو حنيفة ومتيمية اختار الرأي دوت ان هو حرام حتى لو في قلب مباني، تمام. طيب انا كمستخدم عادي، يعني انا مش هصمم بيت، انا دخلت البيت بتاع صاحبي او قريبي او مول ما اسالش على حاجه زي كده، تمام. ده نوع من انواع التكلف ونوع من اظهار الورع الزائد وحاجات زي كده. لا، الاصل في الحاجه الحل، او الاصل ان الحاجه معموله ما فيهاش مشاكل، تمام. فانا مش مثلا مش كل ما امشي اخبط في ميه اروح اسال الميه دي ملوثه ولا مش ملوثه واغسل. لا، الاصل ما دام ما حدش قال انها ملوثه فالاصل انها عاديه، ميه طاهره. انما التكلف ده اللي مرفوض والرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقال ان هذا لمن التكلف. فانت بتدخل ما بتسالش وما تحطش الموضوع في دماغك ولا حاجه خالص. انت تحط الموضوع في دماغك لو انت بتصمم وانت لسه بترسم كروكي او بترسم على الورقه، فتعمل الصح، تبدا تحاول تتجنب ان انت تتجه تخلي الحمام القاعده ناحيه القبله اعزكم الله، تمام، على اساس ان انت تخرج من نوع الخلاف دوت. طيب احنا في اغلب الدول العربيه مختارين المذهب الحنفي، تمام. لسبب بسيط جدا، ان الدوله العثمانيه كانت واخده المذهب الحنفي فنشر، انما في مصر مثلا واخدين المذهب الشافعي، لأن الإمام الشافعي كان هو موجود في مصر، هو ولاسم سعد، بس لاسم سعد لم يكن له تلاميذ كالإمام مالك. الإمام الشافعي الناس حبوه وعاش في مصر ومات في مصر، فيعني هو ولد 150 في ناحية غزة وبعد كده توفي 204 في مصر. فالمذهب الشافعي اتنشر لان ناس كتير شافت ذكاءه وشافت حفظه والحاجات دي كلها. فاحنا ماشيين على المذهب الشافعي في كل حاجه ما عدا في الاحوال المدنيه اللي هي كانت تبع الدوله العثمانيه زي الزواج والطلاق وكده، دي تبع المذهب الحنفي. فهتلاقي برضو اغلب الناس في الحاجات اللي هي الاحكام والقوانين وكده في المذهب الشافعي، تمام. طيب فانت كيوزر ما تسألش في الموضوع ده وما تتكلمش فيه وما تحطوش في دماغك. ويعني لو شكيت، يعني لو انت مثلا صليت في اتجاه القبله وبعد كده دخلت الحمام جنبيه لقيت واخد نفس الزاويه، خلاص خد بس الزاويه اي ناحيه خلاص، ما تحطش في دماغك لان في حوائط كتيره بينك وبين القبله وانت ما توصلش و و و فما تشغلش بالك الموضوع ده. انا الكلام ده للي بيصمم معماريا في الاول خالص، ما دمت لسه بتصمم الاحوط ان انت تخليها تاخد زاويه تخليها عمودي على اتجاه القبله وهكذا، تبعد عن اتجاه القبله خالص. ولو ما قدرتش ما معلش اسم، تمام. يعني لو انت حاولت ولقيت ان في مشكله كبيره او ان انت هتكسر المباني او هتخسر الراجل او
فما ما تخسرش الراجل وما تحسش باسم خالص، لان يعني اغلب العلماء زي الامام الشافعي واحمد بن حنبل والامام مالك قال لك ان الكلام ده في الصحراء، ما دام ما فيش حوايط تحاول تستغنى، ما دام في حوايط خلاص ما فيش مشكله خالص، والله اعلم.